ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. سمعنا مؤخراً عن بيع أثار سوريا وأوسمة مقدمة من النظام السوري للضباط الروس اللي عم يقاتلوا بسوريا عبر موقع إيباي. ويمكن في ناس ما بتعرف شو هو موقع الإيباي وغيره من مواقع التسوق عبر الإنترنت. اليوم رح أحكي لكم عن أول 3 مواقع عالمية للتسوق عن طريق الإنترنت. قبل ما أحكي عن المواقع رح أحكي شوي عن إيجابيات وسلبيات هذا النوع من التسوق. من إيجابيات التسوق عبر الإنترنت إنه بيوفر الوقت والجهد اللي بيصرفه الواحد وقت بيطلع يتسوق، وإنه بيقدر المتسوق يلاقي كل شيء بده إياه بمكان واحد، من الإبرة للسيارة ومن كل الأنواع والماركات، ويشتريها من أي مكان بالعالم وما بيضطر يتنقل من مكان لمكان ليجيب أغراضه المتنوعة، بالإضافة لتوفير تكاليف المواصلات إذا كنا عم نتسوق من الأسواق الإلكترونية اللي بتقدم خدمة الشحن المجاني. أما سلبيات التسوق عبر الإنترنت إنه الشاري ما بيقدر يفحص المادة اللي عم يشتريها، وممكن أحيانا ما بتعطي الصورة انطباع كافي عن المنتج، وبيتفاجأ الشاري بأنه المنتج أقل من توقعه. بعض المواقع بتمنح خاصية الترجيع والتبديل لبعض المنتجات، بس على الأغلب مو كل شيء. رح أعرفكم على 3 من أهم المواقع العالمية اللي بتقدروا تتسوقوا منها وتدفعوا بأي طريقة بتفضلوها. أول شركة على مستوى العالم وهي تقريبا معروفة للكل أمازون، وهي أضخم شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة بالتجارة الإلكترونية. تأسست سنة 1995 ومقر الرئيسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. الأولى بشهرتها وضخامتها وجودة المنتوجات اللي بتقدمها، بتدعم الشحن لكل من أمريكا وأوروبا، وعيبها الوحيد أنها ما بتدعم الشحن لكل الدول العربية. أما أجور الشحن فبتختلف حسب المنتج، وأحياناً بتكون مجانية، بس بشكل عام أجور الشحن ما لها غالية. الموقع الثاني هو موقع إيباي، وهو موقع بيلعب دور الوسيط بين الشاري والبايع. تأسس سنة 1995 كمان ومقره بولاية كاليفورنيا الأمريكية. إيباي بيملك كمان أكبر البنوك الإلكترونية العالمية المعروفة بباي بال، وخدمة الشحن عن طريق هالشركة بتدعم أمريكا وأوروبا، بس كمان ما بتدعم كل الدول العربية، وكمان بتختلف أجور الشحن حسب المنتج. الموقع الثالث اللي رح أحكي لكم عنه هو موقع صيني اسمه علي إكسبريس، مختص ببيع المنتوجات عن طريق الإنترنت للتجار والأفراد. تأسس سنة 2010 وهو تابع لشركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية. بيتميز هذا الموقع برخص أسعاره والشحن المجاني مع إمكانية الترجيع واسترداد المال إذا ما عجبكم المنتج. المواقع الثلاثة بتخدم مختلف طرق الدفع، بطاقات ائتمانية، باي بال وحتى وسترن يونيون. وقت تدخلوا على هاي المواقع وتبلشوا تتسوقوا بتعرفوا كل خيارات الدفع وبتختاروا الطريقة الأنسب لكم. للأسف مع كل فائدة هاي المواقع بس تم استغلالها مؤخرا لمسروقات نهبت من سوريا، مثل الآثار السورية المهربة يلي تم عرضها على موقع إيباي. بالنهاية هاي مو كل مواقع التسوق الإلكترونية الموجودة على الإنترنت، هاي بس أشهر 3 مواقع، وفي كمان مواقع تانية كتيرة ومواقع عربية تدعم الشحن محليا وعربيا. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.